السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم المباراة مانشستر سيتي البورتو، مانشستر سيتي وين شاهدنا كيفاش وين عامل فردي يعني يقوم به، يعني عامل فردي ورهيب، يعني شاهدنا الهدف الأول الهدف الثالث وين عامل فردي يقوم به رياض محرز، وتمريرة حاسمة لزميله فوندان الذي يعني وين سجل بها الهدف يعني ضد سبورتينغ لشبونة الهدف الثالث. شعنا كيفاش في الدقيقة 30 وين الهدف الأول في الدقيقة 7، شعنا وين رياض محرز وين يقدم في مستويات كبيرة، لعاب عالمي، لعاب باعتراف، يعني مستوى كبير، والرياض محرز رجع يقدم خاصة مع مانشستر سيتي. الناس اللي كان يقول لك منا ومنا ما كاش، راه محرز غوارديولا مازال بدلوش غوارديولا، يعني تشوف العمل تاع المدرب كيفاش داير، مدرب لي ماتش الاول يحوس كاع اللعابه، يشوف كاع اللعابه، يقعد لاخر بلاصو، يقعد من يقعد من، ويمشي كاع اللعابه، يشوف جاهزيه اللعابه اللي ما تعرفوهاش. كنا نقولوها لكم نهار الاول، كنا نقول لكم راه محرز غادي نشبعوا منه دروك الى كملت الشامبيونا، بصح في الديبي 7 ماتش وي ماتش الاول 11 ماتش ولا، يعني وين المدرب يشوف كاع الجاهزيه تاع اللعابه تاعه، ما عندوش المجامله. صح شاف رياض محرز، رياض محرز قلنا لكم، قلت لكم بلي غادي كي يجي من الكوب دافريك غادي تشوفوا رياض محرز وين راه يلعب، راه يلعب، راه في شعر في كات ماتش، راه في كات ماتش من 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 المباراه من الداني ماتش اللي لعبه في الكوب دافريك، قال لا راه في كات ماتش ولا كات ماتش كات ماتش. راك تشوف كيفاش صورتو اليوم، يعني اليوم وين امام بورتو، يعني راه يقدم في مستويات كبيره امام اعين سليماني، وخاصة وين منح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي مدربه الإسباني بيب غوارديولا فرصة تقديم أفضل موسمه مع الفريق السماوي، وكشفت يعني وين شاهدنا كيفاش وين حتى وين ليكيب الصحيفة تاع ليكيب تاع فرنسا، يعني قبل لا يكمل الميتون داروا هذا الستاتي عن الدور الحاسم الذي لعبه ويلعبه محرز مع مانشستر خلال هذا الموسم الحالي، على الرغم من مشاركته بديل في كان في معظم المباريات في بداية الموسم. وأشارت الصحيفة أن اللاعب الجزائري خلص مانشستر سيتي من عقدة الكرات يعني ثابتة والتي لم يكن يستفيد منها الفريق بشكل كبير خلال السنوات الأولى لغوارديولا. تمكن رياض محرز خلال هذا الموسم الحالي من زيارة الشباك في 17 مرة، يعني منها 3 أهداف من ركلات جزاء في أفضل حصيلة تهديفية له منذ بداية مغامرته رفقة سكاي بلوز يعني منذ عام 2018. وأوضحت الصحيفة أنه بفضل فاعلية محرز في التسجيل الأهداف واللعب يعني وصلت إلى 8 ركلات ناجحة على التوالي، إضافة لنجعته في الركنيات أصبح مانشستر سيتي هو الثالث أكثر فريق تسجيل أهداف من الكرات ثابتة في الدوري الإنجليزي والتشامبيونز ليج بعد كل من ليفربول وويست هام. ومن جانبه تشير شبكة يعني الإحصائيات إلى أن بطل الدوري الإنجليزي يسجل هذا الموسم 28% من أهدافه بواسطة الركلات الثابتة، وهو أفضل معدل للفريق مع غوارديولا. ويذكر أن اسم محرز ارتبط مؤخرا برحيل من مانشستر سيتي، لكن ما كاش من هذه خات عليه وين رانا نشوفوا في غوارديولا، يعني وين راه وين غوارديولا محرز كاين مساهمة كبيرة بيناتهم. تشوف كيفاش اللعب كيفاش راهم يلعبوا، يعني في المباراة تشوف اللعابة كيفاش راهم يلعبوا، يعني مباراة قوية، مباراة في القمة، مباراة قمة راهم يلعبوا بها. على هذيك نقولوا بلي اليوم وين رياض محرز اللاعب اللي اصبح رقم واحد، يعني وين شاهدنا كيفاش نقولوا باللي رياض محرز وين سجل في الدقيقه 7، برناردو سيلفا في الدقيقه 17، دقيقه 32 في الدقيقه 30، وين فوندير وين سجل هدف
الثالث يعني عن طريق تمريره حاسمه من رياض محرز. شو الناس كيفاش الناس قدم مستويات كبيره سي محمد. وجدنا الاسلام سليماني في الاحتياط انديرسون اميريك جون شنا كيفاش كانسيلو دياز فوندين كيفن دي بروين رودريغو برناردو سيلفا رحيم ستيرلينغ رياض محرز. يعني وين المباراه اللي رامي رايت وين محرز على وين كان على راس التشكيله يعني وين تشوف كيفاش رياض محرز وين راه يقدم في مستويات كبيره في هذه المباراه يعني مستويات يا الله حاجه كبيره حاجه كبيره حاجه كبيره رياض محرز حاجه كبيره اي قدم في مباراه على بالك ما بالعاليه. انا نقول لكم عندنا برناردو سيلفا فينيكس سجل في الدقيقه 44 هدف الرابع يعني في الشوط الاول 4 اهداف يعني صحيح بانت سبحان الله وين تشوف سيطرة كبيرة على بالك وين بيب غوارديولا اللي راه يلعب خطة صح المعودة تاعو 4-3-3 جانا كيفاش وين روبن المدرب تاع سبورتينغ لشبونة اللي راه يلعب خطة 3-4-2-1 يعني 61% نسبة استحواذ الشوط الأول 61% نسبة الاستحواذ لمانشستر سيتي 39% سبورتينغ لشبونة 294 تمريره لمانشستر سيتي 172 لشبونه. يعني وين نشوفوا الركنيات زوج ركنيات مانشستر سيتي تشوف كيفاش الاهداف ربعه ما خلاوش فيهم اليوم ما خلاهمش يلعبوا ما خلاهمش يلعبوا ما خلاهمش يلعبوا على بالك مانشستر سيتي اليوم ما خلاتش يعني تشوف كيفاش المباراه ما خلاو ما عطاوهمش فرصه ما عطاوش ما نقولوا باللي سبورتينغ لشبونه يعني ما صابوش فرصه باش ينظموا الصفوف تاعهم. شفتوا الاهداف يعني 4 اهداف ما خلاوش ما عطاوش فرصه ما نقول باللي خط وسط الميدان تاع مانشستر سيتي والهجوم يعني ما تاع مانشستر سيتي ما عطاش فرصه باش اللاعبين ينظموا الصفوف تاعهم. تاعكم محرز ماركا السيمانه الماتش اللي فات وزاد ماركا هذه كان يحطم الرقم القياسي كان هو يصبح الاول والله زعما ماركا وزاد ماركا اليوم كون راه ماركي 9-1 تسمى مباريات على طريق ما يماركي معليش رياض محرز باترون رياض محرز شوف رياض محرز كي يكون مليح يعني ما تخافش رياض محرز كي يكون عندك لعاب مثل رياض محرز يلعب عندك في نادي ولا في المنتخب بصح يكون مليح يكون مليح مشي تجيب تيري بيناتي يقلعوها له ميده كيما لهنا ولا يجيب يدير كوفر ويقلعوها له لا المهم احنا رياض محرز وراء شأن انا اللي عجبتني شوف مشي البنت رياض محرز عجبني العامل الفردي اللي قام به رياض محرز وسرب البولا مركها فوندان يعني ما حاجه كبيره كاع المهم احنا دروك هيا المهم رياض محرز وين نرفع نقول لكم بلي رياض محرز رفع قيمه تاع مانشستر سيتي رياض محرز رفع القيمه تاع مانشستر سيتي بالتالي كاع هو اللي رفع القيمه تاع النادي هو رفعها نجمه راه لي داه غوارديولا جايبه قلت لكم هذا يلعب سيستم تاع غادي يلعب به سيستم تاع ميسي وسنا محرز اللي غادي يربدها جوارك راه معولين عليها مام غوارديولا عيط لمحرز قالو السنه نتا عندك تشامبيونز ليغ وجد روحك تشامبيونز ليغ ما خاصنيش انا لاكوب ما خاصني تشامبيونز ليغ ما خاصنيش شامبيونه نديرو هاد ديسير بصح
الطابله عامره بالتشامبيونز ليغ بالتالي كاع، وغادي تسرى غادي تسرى.